السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد سامي. حلقة النهاردة عن التي في اس ال 150 سي سي الخمسة غيار، والفيديو ده او الريفيو ده انا عملته تلبية لرغبة المتابعين عندي اللي سألتني عن التي في اس كتير. احنا عايزين نعرف معلومات عن التي في اس، احنا عايزين نعرف سعر التي في اس. طبعا انا عملت الريفيو ده عشان اوفيكم بكل المعلومات عن الموتوسيكل التي في اس الهندي ال 150 الخمسة غيار مش الاربعة غيار. كنا عاملين فيديو قبل كده للاربعة غيار، لكن ده الخمسة غيار موتوسيكل هنتكلم عن كل المواصفات فيه، عن كل حاجة، عن كل التفاصيل، من حيث السعر، من حيث المواصفات، من حيث الاداء. اتمنى بس قبل ما اتكلم في اي حاجة عن المواصفات وعن الموتوسيكل، اتمنى الدعم من الناس باللايك، بالاشتراك، بالتعليقات. لو عندك اي تعليق اكتبه في التعليقات دعما لنا. اول حاجة هنبدأ بالموتور 150 سي سي، سلندر واحد، اتنين صباب على كتينة، كاربراتير، مخرج واحد عادم. الموتور هنا خمسة غيار، ونظام التشغيل مرش ومنافلة. الموتور ده من افضل المواتير اللي سمعت صوتها حرفيا، الموتور ناعم جدا. طبعا في فيديو قريبا باذن الله هيكون تفاصيل وشرح عميق عن الموتور ده وعن كل التفاصيل. طبعا الموتور ده الكربراتير بتاعه كربراتير رداخ، مش بيستم زي بتاع الصيني، كربراتير عملي جدا، كربراتير اقتصادي، وبصراحة من افضل الكربراتيرات اللي نزلت السوق المصري الكربراتير الرداخ. الموتور هنا مزود ببوجيه واحد، والساعة الرتلية للمحرك من الزيت 1000 ملي، يعني واحد رتل. طيب درجة اللزوجة المطلوبة للموتور ده 20W50، وشركة تي في اس منزلة زيت خاص لموتوسيكلاتها بنفس المواصفات المطلوبة للمحرك. طبعا ده الشكمان نازل عليه كفر كده. نوصل للشاسيه المستورد، مستورد حرفيا، يعني انا سألت في الشركة واكدت على الكلمة ديت، الشاسيه ده مستورد ولا التجميع بتاعه مصري؟ قال لي الشاسيه مستورد، ما عملناش فيه اي حاجة. طبعا شايفين الشاسيه عامل ازاي؟ بصراحة شاسيه الفينش بتاعه، اللحامات بتاعته محترمة جدا، خامات كويسة. يعني انا بصراحة شايف ان الشاسيه ده الفينش بتاعه واللحامات بتاعته والتدعيمات بتاعته كويسة جدا جدا جدا، يعني حاجة محترمة. نوصل للجزء الامامي من الموتوسيكل، نوصل للمساعدين الامامية، مساعدين امامية عدلة، مساعدين كويسة. عن تجربة يعني انا جربت الموتوسيكل ده، المساعدين سلسة جدا. فرامل امامية، فرامل كابل مش باكم، وبصراحة دي نقطة ما عجبتنيش، بس احنا هنتكلم فيها بعد كده. الميزة بقى بصراحة اللي شفتها في الموتوسيكل ده ان كل حاجة من شركة تي في اس، يعني الكاوتش حتى من تي في اس، كل حاجة. الجنط الامامي 17، والكاوتش 275، والكاوتش النقشة بتاعته الخشنة بحيث ان هو يناسب الطرق الاسفلتية والطرق الوعرة، يعني يناسب جميع الطرق، كاوتش كويس جدا. نوصل للجزء الخلفي من الموتوسيكل، الموتوسيكل هنا بيجي باتنين مساعد خلفي، وبصراحة الياي بتاع المساعد الخلفي ياي محمل اللي هي السوستة، كويسة جدا. احنا ركبنا اتنين على الموتوسيكل وجربنا الموتوسيكل، في سلاسة في المطبات من المساعدين الخلفية، يعني بصراحة المساعد كويس جدا، راكبين اتنين مفيش اي مشكلة خالص. نوصل بقى للفرامل الخلفية، فرامل خلفية سيخ مش باكم، لان الامامية اساسا مش باكم، يبقى الخلفية تبقى باكم. فرامل خلفية عادية، فرامل خلفية عادية مش مزعلاني في حاجة كويسة، بس انا كنت افضل الامامية تكون باكم. الجنط الخلفي 17، والكاوتش 90 100، وبصراحة انا شايف ان مواصفات الموتوسيكل تي في اس ال 150 الخمسة غيار هتناسب الطيارين بتوع دريفري، اوبر، الكلام ده هيناسب الناس اللي عايزين موتوسيكل اقتصادي يشتغلوا بيه. ليه؟ الموتوسيكل موتوسيكل هيكله كده، موتوسيكل خفيف وعملي واقتصادي، موتوسيكل محترم جدا. نوصل بقى للكتل والكونتاك والعداد. الكونتاك هنا بيجي كونتاك في قلبه سنتر لوك، يعني تقدر تصغر الجدوم من الكونتاك. العداد هنا بيجي عداد عادي مش ديجيتال، عداد انالوج. العداد برضو مزود فوقه كده بمكان شاحن يو اس بي. الكتلة اليمين مرش، ونور صغير ونور عالي، وانتظار، الزرار الاحمر ده انتظار مش بطال، كلاكس، واشارة شمال واشارة يمين، وعالي وواطي، وزرار رعاش،
وده زرار شفاط في حالة تأخير الدوارة في الموتوسيكل. يعني الموتوسيكل لو مؤخر معاك في الدوارة بتشد الشفاط ده على ما تدور الموتوسيكل وترجع ترجعه تاني مكانه. والإنارة في الموتوسيكل ده بتكون لمبات هولوجين. الفانوس الأمامي بيكون فيه اتنين لمبة، لمبة كبيرة اتنين بول ولمبة صغيرة. اللمبة الاتنين بول بتكون عالي وواطي، وإشارات إشارة في الجنب ده وإشارة في الجنب ده لمبات هولوجين. نوصل لفانوس الاستوب. فانوس الاستوب بصراحة شكله شيك جدا، شفاف كده حلو قوي، بس لمبته برضه هولوجين والإشارات لمبات هولوجين. طيب نوصل للشبكة الخلفية والدواسات الجانبية أو الدواسات الحريمي. بصراحة أنا مبسوط من شكل الدواسات الحريمي ديت، دواسات قوية جدا، التدعيم فيها مدعمة، الشبكة الخلفية شبكة كويسة جدا، وتقدر تسمح لك ان انت تقدر تحط بوكس عليها وتربطه. لا حاجة كويسة. بيفكر، انا بقول لكم الموتوسيكل ده نازل للناس اللي عايزين يشتغلوا بالموتوسيكل ده، موتوسيكل مدعم تدعيمات كويسة في الشبكة والدواسات الحريم الخلفية. الاكسدام حتى الامامي شايفين الاكسدام عامل ازاي، واخد عرض الموتوسيكل، يعني بعرض الموتوسيكل ده بصراحة لا قدر الله الموتوسيكل لو وقع شمال او يمين هيلقى على الاكسدام ده او على الديفندر ده، حاجة كويسة جدا. طبعا الجدون هنا برضو فيه تقلين صغيرين كده للشياكة. المقابض حتى اللي انت بتمسك منها الجدون مقابض شكلها كويس جدا، شكلها شيك. وعايز انبه على حاجة بقى للناس اللي هتشتري الموتوسيكل ده وبتستخدم الموتوسيكل ده، يا جماعة يفضل استخدام بنزين 92، لان كربراتير الموتوسيكل ده كربراتير رداخ، يفضل استخدام بنزين 92. نوصل شايفين الشلتة ديت، بصراحة الموتوسيكل ده مسطرة، قعدته مريحة جدا. انا جربت الموتوسيكل وباذن الله خلال يوم او اتنين هيكون في ريفيو كامل عن الموتوسيكل على الطريق عن تجربة. الموتوسيكل كان زيرو خالص، وانا طلعت قرصت عليه كعادتي ان انا ما بطلعش احسس عليه موتوسيكل، لا انا باخد الموتوسيكل اقرص عليه اشوف الموتوسيكل ده هيسد معايا ولا مش هيسد. الموتوسيكل ده هتتفرجوا انتوا على اداءه. الموتوسيكل ده متاح منه 3 الوان، لون اسمر واللون الازرق اللي احنا كنا بنصور عليه الريفيو ولون احمر. واللون الاحمر طبعا ده لون نازل من الاصدار السابق اللي هو ال4 غيار، يعني الاسمر والاحمر كان في الاصدار السابق ال4 غيار. اللون الجديد اللي نازل في ال5 غيار اللون الازرق ده. نوصل لاهم نقطة وهي نقطة السعر. سعر الموتوسيكل ده في اليوم اللي انا صورت في الفيديو ده 16,500. الموتوسيكل التي في اس ال5 غيار في اليوم اللي انا صورت الفيديو ده 16,500. طبعا اظن كده انا وفقكم عن اغلبية المعلومات عن الموتوسيكل ده، ولسه في فيديوهات تاني. نتمنى ان احنا نكون فدناكم عن بعض المعلومات عن الموتوسيكل التي في اس ال150 ال5 غيار. نتمنى من الناس الدعم، لايك، الاشتراك، ولو عندك اي تعليق اكتبه في التعليقات، وشكرا.